هو نحن فعلا انطلقنا منذ اسبوعين تقريبا في زيارات للوحدات الأمنية والوحدات الحدودية في المناطق البعيدة الحدودية في إطار تفقد لجاهزية قواتنا وجاهزية وحداتنا في الأماكن البعيدة اللي تحرس الدخوم. ونحن اليوم في قفصة في الموقع الحدودي أم العريس، وهذا شرف لنا أن نزورهم ونقربوا منهم وحسوهم اللي نحن ما احناش بعاد عليهم، ويعطيونا عروض حقيقية معناها عروض بيضاء على العمليات الممكنة، ويعطيونا عروض أيضا على نجاحاتهم. وتم قبل قليل عرض كامل حول المنطقة والوحدات اللي تشكل في المنطقة هذه كلها، بطبيعة الحال مع جر لكل المكاسب ولكل العمليات اللي قاعدة تقام، من أجل أن يطمنونا على أحوال الوحدات بتاعنا في الشريط الحدودي، ويطمنوا التوانسة ويطمنوا كل المجتمع التونسي على أمنه وعلى حدوده، ويبينوا درجة الجاهزية بتاعهم والاستعداد بتاعهم وقوة التضحية ومروءة هؤلاء الصامدين في المواقع المتقدمة على الحدود في إطار معناها تصدي لا متناهي لأعمال التهريب واختراق الحدود وأعمال معناها تسريب بعض العناصر اللي معناها مهاجرة بطريقة غير قانونية. ونحن هذايا يشرف تونس، وهذا هو العمل الحقيقي اللي موكول لمصالحنا الأمنية ولكل وحداتنا الأمنية في الأماكن الحدودية. بارك الله فيهم ونشكرهم. الوحدات الأمنية متاعنا لحسن حظنا ما تتشكاش برشا، ولكن هي دائما في حاجة للتعزيز وفي حاجة للدعم، وهذه حاجات معروفة ومعلومة. ونحن في فترة صعبة نوعا ما في بلدنا، ومع ذلك وحداتنا الأمنية ووحداتنا العسكرية ووحداتنا الديوانية كلها تبذل في المجهود الضروري من أجل تأمين الدخول متاعنا وتأمين حدودنا، ولكن في نفس الحين هما يبعثوا برسائل قوية لطمأنة المجتمع التونسي وطمأنة باقي الوحدات الأخرى العاملة داخل المدن والعاملة داخل التجمعات السكنية الكبرى. وفي الحقيقة العمل هو راه متكامل، وكل نقطة يجزي فيها الإنسان التونسي العمل متاعه على أكمل وجه، يعني بالضبط هي إسناد لأخيه التونسي في موقع آخر من العمل، لأن هي المرحلة مرحلة وطنية بالأساس، وعلى التونسيين أن يلتفتوا إلى العمل ومزيد من العمل بثبات. كل إنسان تونسي عليه أن يتقدم للعمل متاعه بكل جدية وبكل مسؤولية، ويحط في مخه فقط حاجة واحدة، أنه إتقان العمل متاعه والقيام به على أكمل وجه هو إسناد لأخيه في العمل متاعه. وهكا بالطريقة هذه، وهي الطريقة الوحيدة اللي نجم نجزو بها التقدم وننجو بها خيرات، ونجم نتقدم ولا حاجة للآخرين.